اكيد الموهبة بتبان من الصغر. كنت بتكلم في موضوع المواهب، هي طبعا صفا اول حاجه بتتميز فيها اللي هي عندها عزيمه، تمام، دي كانت رقم واحد بالنسبه لها. طبعا هي بدات معانا من 22، من اول ما بدانا نعمل منتخبات الشباب والناشئين والرجال بالنسبه للولاد والبنات. طبعا احنا كان عندنا فرقه البنات يكاد ما كانش فيه فرقه بنات، فبدانا ان احنا نجهز لفرقه البنات، اشتغلنا على فرقه الكادت والجونيور. وطبعا الرجال بالنسبه للولاد كبار كان عندنا طبعا جزء كبير بطل، فبدانا برضك نشتغل على الكادت والجونيور، هم اللي بدانا ندعم بيهم فرقه الكبار، عشان عندنا في ابطال بطلوا مثلا زي رمضان درويش بطل طبعا كبير، اسلام الشهابي اسلام الشهابي وحاتم عبد اخر ومحمد علي ومحيي، خمسه من الفريق الاساسيين الكبار بطلوا، فبدانا نعد فرقه تانية ندعم بيها الفرقه الكبيره دي عشان نبتدي نشتغل. وفرقه البنات بدانا بيها من الكادت والجونيور، لان ما كانش عندنا فرقه، ربنا كرمنا مزبوط. الحمد لله اشتغلنا من 22 من اول ما بدانا فرقه البنات الكادت والجونيور ابطال افريقيا الحمد لله. مظبوط، كنا اتكلمنا عنهم فرد حتى وفرد وفرق، بدا يبقى فيه اهتمام للاتحاد، كان حاطط خطه على البنات دي بالنسبه لنا عشان في تغييرات حصلت. كان الاول الفرق بنلعبها فريق لاولاد لوحدهم لبنات لوحدهم، دلوقتي الفرق بقى مختلط ميكس ثلاث ولاد ثلاث بنات، ثلاث موازين ثلاث موازين، فلازم يبقى فيه اهتمام بالبنات.